عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بتجربه هتعجبكم قوي، وخصوصا حبايبي الصغيرين اللي دايما بتابعوني هتبسطهم قوي قوي. النهارده يا جماعه انا جايه اعمل حاجه واحده بس، انا جايه ابهركم. سوستا اللي بعده. بما ان الدنيا دلوقتي حر جدا والصيف جه، وما دام الصيف جه يبقى الدنيا حر جدا، اقول حكم والله اللوليتا. ومش بس كده، بمكون احسن من حاجات كتير تاني شفتها، اوعدكم انكم لو جربتوها هتحبوها قوي. معانا ايه بقى للوصفه دي؟ عندنا مكونات سهله جدا ومش مكلفه. عامله لكم طعم الاناناس والمانجا والفراوله والتفاح الاخضر. النتيجه هتبهركم. جبنا اكياس اللوليتا اهي، اللي هي بتبقى فيها قفله من فوق. طب كنت احنا ما عندناش الكياس دي ومش عارفين نجيبها منين، اقول لكم هاتوا عادي الكياس اللي بالطول من اي حد بتاع اكياس، تمام؟ وحتى لو ما فيهاش قفله من فوق ممكن تستخدموا الجهاز اللي بيقفل. طب كنت احنا ما عندناش الجهاز ده نعمل ايه؟ برده سهله جدا، هقول لكم في الفيديو تعملوها ازاي لو ما عندكوش اي حاجه تقفلوا بيها. يلا بينا نجيب بقى اي حاجه كده نحط فيها، ونجيب كوبايه ميه سخنه ونحطها هنا. ننزل عليها بايه بقى؟ نجرب الفراوله الاول. ماشي. هنفتح بقى كيس الجيلي اي طعم انتوا بتحبوه، وننزل بيه في الميه. السكر بقى على حسب الرغبه، انا ممكن احط معلقه سكر عشان نجرب، وممكن اعمل كمان حاجه من غير سكر ونشوف انهي اللي هتطلع مظبوطه اكتر. مضرب ونقلب كده يا جماعه لحد ما يدوب. انا هقلب وارجع لكم عشان الصوت ما يضايقكوش. ونقلب باي حاجه، المهم انها توصل لجوه علشان خاطر نتاكد ان كل الكميه عندنا دابت. بعد ما نتاكد انها دابت تماما هننزل بكوبايه ميه عاديه، وبرده نفضل نقلب. خلصنا بقى تقليب، هنعمل ايه؟ نجيب بقى كيسنا الحلو ده ونفتح كده من هنا، نحطه كده في اي كوبايه او حاجه عشان حتى لو وقعت حاجه تقع فيها، وحاجه بقى تكون ليها بوس كده عشان نعرف نصب كويس. عندنا بقى قمعه. اوكي، ما عندناش قمعه نتصرف. شكله حلو قوي اهو. واو كده عبيناه كله. وبكده اول كيس عندنا يبقى جاهز وعلى الفريزر على طول، ويلا نعمل الطعم التاني مع بعض. ايه اللون اللي بعده وندخل على ايه؟ اناناس. اناناس ولا مانجا؟ اناناس. اناناس. طيب هنجيب الاناناس، هنعمل نفس الخطوات يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه. عادي على فكره على نفس اللي احنا عملناه بعد ما يخلص، ما فيش اي مشكله. الميه السخنه بتاعتنا اهي، هنحطها اهو عشان ايه تركزوا معايا لتاني مره. ونحط ميه، نجيب الاناناس اهو نحطه في الميه السخنه. لونه جامد، لونه حلو قوي ده جدا. فكرة كان تلبس الاول. ماشي، ومعلقه السكر دي اختياريه براحتكم. طب بصراحه شفت طرق كتير قوي، ودي اكتر طريقه حسيتها يعني الى حد ما افضل من كل اللي انا شفته. بعد ما نتاكد انها كلها دابت هننزل بالميه العاديه مش سخنه. اوكي، اللي هعملها يا جماعه ويطبقها يبعت لي الصور وقولوا لي طلعت معاكم ايه وايه رايكم فيها، بس اكيد هتبهركم. اللي بعده لونها جامد دي. والله شكلها جامد جدا. حاسه بس ريحه مدرسه يا جماعه. اهي ده اللون الاخضر. يلا بينا بقى نعمل مع بعض المانجا. خلاص بقى حفظته يعني، بس انا حابه ايه نعمل بعض كل الالوان عشان تشوفوا النتيجه كمان. يلا بقى نعمل مع بعض اخر طعم. خلاص عرفتوا الطريقه، هنحط بس في الكيس. عايزه اقول لكم يا جماعه ان لوليتا دي انا كنت بروح عشانها المدرسه اصلا، وكنت دايما اجيبها على شكل موبايل وافضل اسالي نفسي واتكلم فيها لحد ما اوصل المدرسه. كانت ماما دايما تقول لي بلاش وبتاع والوان، ولكن انا للاسف ما كنتش بسمع الكلام، بس لما كبرت عرفت ان عندها حق. تاني وقتها كان فيها اشكال كتير جدا، لو تفتكروا بقى اكتبوا لي في الكومنتات ايه الاشكال اللي كانت موجوده وانتوا كنتوا بتجيبوا انهي شكل. طيب اللي هيقول لي بقى كنت احنا ما عندناش كياس محكمه الغلق او ما عندناش حاجه نقفل بيها، هقول له بص في فكره حلوه قوي، حتى لو كياس كانت مفتوحه هنجيب اي حاجه كده ينفع نحط فيها الكياس بالطول، وبعد ما نصب هنسيبها كده كده كده
افترض ان هي فوق مش مقفوله بس نحطها في الفريزر بالشكل ده. يلا بينا على الفريزر ونشوف النتيجه. يلا بينا نجرب مع بعض النتيجه دي الروليتا اللي عملناها امبارح، واوعدكم ان انا هبهركم. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا تعالوا بقى نشوف طلعت ايه. تعالوا بقى نفتح واحده ونشوفها. خطيره، لازم تجربوها، ولكن انا في رايي قللوا كميه الميه شويه علشان الطعم يبقى اقوى، وعشان ما تحتاروش وتعملوا كل الاطعمه عشان تعرفوا ايه احلى حاجه طلعت. انا بالنسبه لي احلى اتنين المانجا والفراوله.